السائل الذي يسأل يقول بعد ختام الصلاة اختلفنا، ذكر الله أفضل أم الصلاة على النبي؟ ما أجمل الأمر إذا كان فيه اتباع لرسول الله. تعالوا إلى هدي النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ماذا كان يصنع في ختم صلاته؟ كان يقول الأذكار سبحان الله والحمد لله إلى آخره، التي كلنا يعلمها. نقرأ الآية الكرسي، الآية 255 سورة البقرة، الإخلاص قل هو الله أحد، الموعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم بعد ذلك ينطلق يسبح ويكبر ويهلل على أصابعه كل واحدة 33، ويختم بالمئة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مظلما إلى آخر، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني فيها صيغ كثيرة ثابتة عن النبي. هذا هو الثابت عن رسولنا الحبيب. ومع ذلك لا نغفل عن الصلاة على النبي. لماذا لا نجمع بين الحسنيين، بين الذكر الذي ثبت عن الرسول في ختم الصلاة ونجمع بين الصلاة على النبي؟ خلصنا الأذكار الثابتة عن النبي. نعم، أنصح نفسي وإخواني نعود اللسان ألا يغفل عن الصلاة على النبي ولو 10 مرات بعد ما خلصت الأذكار وقبل أن أدعو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صيغة بسيطة، صيغة التشهد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا محمد، صيغ كثيرة 10 مرات لا تستغرق منا كثير. يبقى جمعت بين الخيرين وبين الحسنيين، التزمت بما هو ثابت وبارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ختمت بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن شاء الله. هذا ما أنصح به، ولا داعي للخلاف، كما أقول دوما قتال في غير موضع.